الطاقم التعليمي في المعهد. كل المعلمين الذين يعملون في هذا المعهد يحملون شهادات الماجستير في اللغويات وفي تدريس اللغة الإنجليزية كلغة ثانية، وهذا يدل على حسن اختيار الإدارة للمدرسين الذين يجدون التعامل مع الطلاب الأجانب ويتفهمون أخطائهم ويراعون جوانبهم الثقافية والدينية. وكل أستاذ من هؤلاء الأساتذة مدرب تدريب جيد ومؤهل لخلق بيئة تعليمية تمكن الطالب من تعلم اللغة الإنجليزية بالشكل الصحيح. بالإضافة إلى أن معهد اللغة يوفر طلاب متطوعين من أجل تطوير مهارة التحدث